بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أنبياء الله ورسله أجمعين، وبعد. أخي سعادة الأستاذ الدكتور ماهر النجشي رئيس جامعة النجاح، والزملاء والأصدقاء أكاديميي ومنسوبي جامعة النجاح المحترمين، باسمي وباسم الأخ الكبير الدكتور محمود أبو شعيرة رئيس شركة الزرقاء للتعليم، وباسم الدكتور نادر أبو شيخة رئيس المؤتمر ومقرر المؤتمر الأستاذ الدكتور رضا، دكتور رضا مواضيع، وكافة الأكاديميين والإداريين في جامعة الزرقاء أن تسمحوا لنا أن نسجي لكم خالص التحيات والتقدير والاحترام وتثمين دور جامعة النجاح الكبير في الارتقاء في السوية العلمية لشعبنا العربي الفلسطيني الصابر الصامد القابض على الجمر الذي يمتلك إصرار لا مثيل له وصولا إلى حريته وإلى استقلاله وإلى عودة فلسطين بإذن الله إلى حضنها العربي وإلى حضنها الإسلامي بإذن الله. وتحية خاصة عبر الدكتور ماهر النجشي والإخوة إلى نابلس الجميلة البطلة الصابرة عاصمة جبل النار، تلك المدينة الفلسطينية التي تعتبر من الشواهد الكبرى على أن هذا الشعب وهذه الجغرافيا سوف تنتصر لا محالة. فنابلس المدينة التي انمزج بها الدم الأردني الفلسطيني، دم الشهادة، إضافة إلى النسب والعرق الذي يربط ضفتي المملكة الخالدتين، الضفة الفلسطينية مشروع الدولة الفلسطينية وغزة والمملكة الأردنية الهاشمية. وسعدتم صباحا، كل عام وانتم بخير بالشهر الفضيل، حيث نتمنى لنابلس وللوطن العزيز فلسطين كل المعاني الطيبة إن شاء الله وهي قادمة بإذن الله. وأنوه إلى ثورة الأقصى أمس الأول والصمود الفلسطيني دفاعا وذودا عن الأقصى وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية التي أجبرت قوات الاحتلال أن تتراجع عن إجراءاتها التي تماما ينطبق عليها تقرير منظمة حقوق الإنسان بالأمس، الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي يمارس الأبرتايد والجنوسايد ضد الشعب الفلسطيني. امبارح بالأمس شعبنا العربي في القدس أثبت بأنه واقف كحارس أمين على مقدساتنا وعلى ترابنا الوطني. الشعب الأردني لا أقول جديد وقيادته أننا معكم وإلى جانبكم. أمس جلالة الملك عبد الله حفظه الله صباحا أمس استقبل القادة الإسلاميين، قادة الإفتاء الإسلامي في القدس وأيضا إخواننا في الكنائس المسيحية، وأكد على موقف الدولة الأردنية وعلى الموقف الهاشمي وعلى موقف الشعب الأردني، موقف صامت، موقف غير قابل للمناقشة، وقد أثبت ذلك إبان صفقة القرن عندما كان أشقاءكم الأردنيين إلى جانبكم بكل ما تعني الكلمة ومهما كان الثمن الذي كان يمكن أن يدفعه الأردن. فتحية لنابلس وتحية إلى فلسطين وشعب فلسطين على هذا الصمود، على هذا التشبث الذي نقدره ونثمنه وليس بغريب عن كفاح ونضال الشعب العربي الفلسطيني. دمتم ودامت فلسطين بإذن الله حرة عربية في قادم الأيام، وإن شاء الله ليست أيام بالبعيدة. عودة إلى المؤتمر أيها السيدات والسادة، لا شك أن الألفية الثالثة
التي نعيش فيها تحمل معها تحديات وتداعيات العولمة الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقنية المتسارعة، والتي لم يعد بمقدورنا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. ومن هنا انبثقت فكرة المؤتمر بتعاون جاد وبناء بين جامعتين رائدتين تنشدان الرفع والازدهار وتسعيان للوصول إلى العالمية، جامعة الزرقاء وجامعة النجاح الوطنية. ولأن التنافس والريادة تحتم علينا المسارعة بتطوير آليات اختيار القيادات الأكاديمية وسياسات قبول الطلبة في مؤسساتنا التعليمية في مناخ يسوده المودة والمحبة بعيدا عن التعصب الأعمى، وفي أجواء تعليمية تسعى لتنمية الإبداع الفكري في ضوء منهجية علمية تعمل على خدمة المجتمع بتشاركية حقيقية تقود إلى مواجهة المستقبل بكل كفاءة واقتدار، وتضيف معطيات العصر للمواءمة بين مخرجات التعليم من جهة وسوق العمل من جهة أخرى. وإذا أردنا مواكبة التصنيفات العالمية للجامعات والاستفادة من البرامج الداعمة في مجال البحث الأكاديمي وتحسين جودة النظام التعليم العالي لكي تزدهر العلاقة بين مخرجات التعليم العام وسوق العمل بشكل يلبي الحاجات الفعلية لمجتمعاتنا وبصورة أكثر انسجاما وتوافقا مع احتياجات واقعنا الحقيقي. هذه التشاركية بين جامعتين والتي تمثل أعلى صورة تأخي بين أبناء الشعب الواحد في ضفتي النهر الخالد، وهي ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها مؤتمرات وندوات ولقاءات عديدة تمت بيننا في جامعة الزرقاء وجامعة القدس المفتوحة. ونسعى بعد جامعة النجاح أن يكون أيضا لنا لقاءات مع الصروح العلمية في فلسطين والضفة الغربية، وكانت جامعة الخليل على يعني برنامج جامعة الزرقاء أجلت بسبب ظروف الجائحة كما تعلمون. ونطمح للقاءات ومؤتمرات تشاركية قادمة مع دول عربية شقيقة. جامعة الزرقاء ربما من المناسب أن نقول للإخوان في جامعة النجاح أننا نستضيف نحن يعني أكثر من صرح من صروح اتحاد الجامعات العربية هنا في جامعة الزرقاء. جهدنا يعني المتواضع ولكنه كبير في خدمة التلاحم ما بين الجامعات العربية ودعم مؤتمراتها، ويعني نقف إلى جانب أشقائنا العرب من شأن أن يكون التعليم العالي يزدهر التعليم العالي بصورة متوازية وبمستوى واحد في كل الجامعات العربية. وعودة إلى أن نقول بيت الشعر الجميل الذي يعبر عن العلاقة التي تربط الأردن وفلسطين، عندما يقول الشاعر: عجبا لشعب واحد متفرد جمعته في القسمة ضفتان. في إحدى الندوات في رام الله كنت أنا والأخ أسعد عبد الرحمن، فقال أسعد: الأردنيون والفلسطينيون مثل الطفل السيامي، يعني ملتصق. فصححت الأخ أسعد وقلت له: الطفل السيامي حالة مرضية وتحتاج إلى عملية جراحية تبقى 3 أيام وهم بقصوا فيه. أنا أعتقد، وبعرف الدكتور خالد مصطلح القديم، أن الأردنيين والفلسطينيين بيضة بصفارين. صحيح هو خلل فسيولوجي، لكنه خلل فسيولوجي حميد للإخوان. الحالة الأردنية الفلسطينية بتقديري هي حالة غير قابلة للانفصال. هذا شعب موحد، كل كمبيوترات الدنيا اللي احنا عبرها بنعمل مؤتمرات لن تستطيع أن تفصل الأردني عن الفلسطيني. هذا شعب واحد بواقعه بمصيره بتطلعاته وبمستقبله إن شاء الله. ونقول أنه نهر خالد مقدس جامع لأشقاء الروح والدم، والذي يضمنا بحنان على ثرى ضفتين. صارتنا المعاناة وحدتنا التحديات، والدم الأردني الفلسطيني قبل أن يتوحد في العرق والنسب
إنما توحد على أرض فلسطين بالشهادة، دم زكي يروي الأرض الفلسطينية. أيها الأحبة، إننا نؤمن بأن للجامعة رسالة يجب أن تؤديها نحو المجتمع من خلال تلمس وفهم تطلعاته لتلبية حاجاته. ومن هنا كان التعاون النموذج بين هذه الجامعة ممثلة بكلية العلوم التربوية وبين جامعة النجاح الوطنية الشقيقة والحبيبة والعبد والعنيقة، واللي كما ذكرت أنا لكان لي زيارتين إلى هذه الجامعة متباعدتين، سنة 95 إبان تعبين أحد بنات جامعة النجاح المرحوم حكمة المصري، وبعد وقبل سنتين وقد رأيت هذا الصرح كم تطور وكم كبر. فإلى الأمام الأخوة في جامعة النجاح الفلسطينية، وإننا نرنو بأمل مشرق بأن تخرجوا بتوصيات عن المؤتمر الآن، تكون معالم بارزة في طريق تحقيق الإمكانات لتعليمنا العالي الذي نصب إليه. باسمي ونيابة عن أسرة الجامعة وبالذات عن أخي العزيز الدكتور محمود أبو شعيرة رئيس الجامعة رئيس شركة الزرقاء للتعليم، وعن كافة الأكاديميين والإداريين في جامعة الزرقاء، نرجو لكم نسجي لكم الشكر عطرا وامتنانا هريجا فواحا، وكلنا أقف برفع للسماء وألسنتنا تلهج بالدعاء بأن يوفقكم الله وأن يحفظ الله الوطن وأن نستعيد المغتصب ونحرر الأقصى المسلم. حفظ الله الأردن وطنا آمنا، واحفظ الله ملكه وقائده الحليف والرديف والداعم الدائم لشعبنا الفلسطيني في تحقيق ما يصبو إليه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وحفظ الله الشعب العربي الفلسطيني أيضا بقيادته سيادة الرئيس محمود عباس وكل الأخوة المنافحين عن الشعب الفلسطيني من أجل أن ينال حريته. حفظ الله الأردن واحفظ الله فلسطين، متمنيا لهذا المؤتمر أن يحمل من النتائج ما يفيد التعليم العالي في بلدينا العزيزين وفي أرجاء الوطن الكبير. دمتم وكل عام وأنتم بخير.